ينضم إلينا عبر الإنترنت من أنقرة دكتور علي باكر، أستاذ الشؤون الدولية ومتخصص في الشأن التركي. كما ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في شؤون الأمن القومي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيادة اللواء، بداية كيف تقيم هذه الزيارة في هذا التوقيت، وما الذي يمكن أن ينجم عن هذه الزيارة من نتائج؟ هذه الزيارة الحقيقة زيارة في بالغة الأهمية في وقت بالغ التعقيد. المنطقة بتمر بحالة توتر شديدة، احتدام الصراع، إيران تهدد بضربة يعني إلى إسرائيل، ضربة مباشرة، وإسرائيل في حالة استنفار شديدة. وربما وأقولها وأكررها أن يمكن خلال الساعات القادمة أن تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية استباقية لوقف هذا التهديد. في تحرك أمريكي بأساطيله في المنطقة وتحركات عسكرية، إذن هناك توتر شديد في المنطقة. الحقيقة مصر وتركيا لديهم مواقف مشتركة تجاه القضية، وهناك مساحة مشتركة كبيرة جدا في إمكانية التوصل إلى محاولة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. الدولتين مصممتين على أهمية حل القضية الفلسطينية، يعني بما كان قبل 5 يونيو 67، وبالتالي هناك توافق. الزيارة ناجحة يعني على المستوى الثنائي. طبعا هناك ملفات وقضايا مشتركة ما بين البلدين يتم مناقشتها. الزيارة بتأتي لتعزيز ومحاولة لترميم ما حدث سابقا خلال العقد السابق من توتر في العلاقات، تحاول هذه الزيارة أن تصلحها. كمان بتناقش إمكانية التجهيز للقمة المرتقبة ما بين الرئيسين السيسي والرئيس طيب أردوغان في أنقرة خلال الفترة القادمة، بتعد للقاء الأول للمجلس الاستشاري أو المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، واللي بيقوده رئيس كل من الدولتين هيعقد في أنقرة. هتناقش ملفات اقتصادية، هتناقش ملفات 20 اتفاقية تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة في فبراير الماضي. هتناقش مواضيع إقليمية تهم الطرفين، دي مهمة جدا، في خاصة القضية الفلسطينية، الملف الليبي، ملفات أخرى متعلقة بالمنطقة والتوترات في المنطقة في محاولة لرأب الصدع. أنا شايف أن هذه الزيارة شديدة الأهمية وبترسخ إلى تعاون كبير خلال الفترة القادمة ما بين أكبر دولتين إسلاميتين في المنطقة. إذن يعني سيادة اللواء، هذه الزيارة التي تتحدث أنها زيارة هامة للغاية، وهنا أنتقل إلى دكتور علي بكير، تطور العلاقات بين أكبر دولتين سنيتين في المنطقة طبقا لما يقوله سيادة اللواء، إلى أي مدى سيؤثر هذا التقارب بين الدولتين على سير الحرب في غزة وعلى سير ما نشهده من وضع معقد قد يؤدي إلى الانجراف إلى حرب واسعة؟ مساء الخير لك يا ضيفك الكريم والسادة المشاهدين. طبعا كما سبق وذكر، هذه الزيارة في غاية الأهمية. مصر وتركيا دولتان كبيرتان مهمتان في الإقليم، والجانب التركي يرى أن هناك فراغ الآن يملأه طرفان أساسيان، إسرائيل مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، والطرف الثاني إيران وميليشياتها، وباقي الأطراف تقف الآن متفرجة. وفي ظل الكلام طبعا عن الرد الإيراني على إسرائيل، يبدو أن كثيرين نسوا أن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ليس على المستوى العسكري فقط، وإنما على المستوى سياسة التجويع لا تزال قائمة. ولذلك زيارة وزير الخارجية هكان فيدان إلى معبر رفح كانت مؤشر على ضرورة يعني تركيز أو تسليط الضوء على هذا الملف وجعله أيضا في الواجهة، وضرورة إيقاف التمادي الإسرائيلي من قبل داعميها، وأيضا فتح الممر أمام المساعدات على اعتبار أن الجانب التركي هو الطرف الأكثر إرسالا للمساعدات بحسب القوائم المصرية إلى الفلسطينيين. طبعا تركيا تحاول أن تزيد من هذا الدعم لكي يعني يغطي الاحتياجات، حاليا هو شبه مقطوع، 25 شاحنة كل يوم لا يعني هذا لا تغطي أي شيء. الأمر الآخر أن الرئيس التركي أيضا بموازاة هذه الزيارة أعلن أنه سيقدم ملف تركيا
إلى محكمة العدل الدولية بخصوص اتهام إسرائيل بحرب الإبادة بعد غد، وبالتالي هناك تحرك على المستوى السياسي، وهناك تحرك على المستوى الدبلوماسي، وهناك تحرك على المستوى الإغاثي. أيضا هذه الزيارة ناقشت كما تفضلت التنسيق الثنائي، وهو تنسيق مهم جدا ليس فقط على المستوى الرئاسي وإنما على مستوى الإقليم ككل. هناك ملفات تم بحثها لها علاقة بالسودان، لها علاقة باليمن، لها علاقة بليبيا، وأيضا لها علاقة بالأمن في البحر الأحمر بالإضافة إلى القضية الفلسطينية. وبالتالي الجانب التركي يرى أنه لا بد من حشد دعم سياسي ودبلوماسي كبير، وأن تفاهم تركيا ومصر من شأنه أن يؤثر على موازين القوى التي لا تزال حتى الآن تميل إلى صالح إسرائيل في ظل الدعم الأمريكي المطلق لها وحرب الإبادة تشنها ضد الفلسطينيين. الجانب التركي أيضا يرى أنه لا بديل عن هذا التحرك، يعني مجرد مشاهدة ما يجري والوقوف مكتوفي الأيدي هذا لن يؤدي إلى أي نتيجة، وبالعكس سيتم تجاوز دول المنطقة لصالح المصالح التي ستفرضها يعني الأطراف المتنازعة في بينها، فيما يكون الشعب الفلسطيني هو ضحية هذه المساومات. وبالتالي لا بد من التحرك، وعلى هذا الأساس طبعا هذه الزيارة التي جاءت استجابة لدعوة الوزير المصري تأتي في سياق التنسيق. الخطوة التالية المتوقعة هي زيارة الرئيس المصري إلى تركيا، لكن خلال هذه الفترة الجانب التركي سيحاول أن يحشد المزيد من الدعم الإقليمي السياسي والدبلوماسي، علما أنه كان قد اقترح في بداية الحرب التي شنتها إسرائيل وتشنها ضد الشعب الفلسطيني أن يقوم بتطبيق نظام ضمانات إقليمي يسعى من خلاله إلى نشر قوات تركية على الأرض داخل غزة، بحيث تؤثر أيضا على المعادلة ويتم فرض يعني السلام أو التسوية من خلال أطراف تضمن الفريقين. لكن هذا طبعا الطرح لم يلقى دعم سياسي ودبلوماسي للأسف إقليمي أو دولي، وبالتالي تم تفريغه من مضمونه. لكن الجانب التركي يعتقد أنه لا يزال بالإمكان تنفيذ ذلك، وهو أعتقد أنه سيقوم بالتنسيق في هذا الشأن مع مصر ومع دول أخرى قد تكون راغبة في المنطقة في تنفيذه في المرحلة المقبلة. وهذا ما يفتح تساؤلا هنا سيادة اللواء عبد الواحد، هذا يفتح تساؤلا هذا الحديث عن أهمية هذا الاجتماع وأهمية هذه اللقاءات. هنا السؤال، ما حجم الأوراق التي تمتلكها مصر وتركيا؟ هل هذه الأوراق كافية للضغط على الإسرائيليين؟ السؤال ده مهم جدا. الحقيقة مصر وتركيا بيبذلوا أقصى ما عندهم سواء على المستوى الدبلوماسي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الأمني أو حتى الإعلامي، وتفنيد لغة الخطاب الإعلامي الإسرائيلي يعني تفنيد دقيق للغاية وحذف المضامين الكاذبة منه، وكمان على المستوى الأمني والتنسيق ما بين الدول الكبرى في محاولة للضغط عليها لعدم أخذ الموقف الإسرائيلي سواء في مجلس الأمن أو في كافة المحافل الدولية. هناك مساعي، ولكن على الرغم من هذه المساعي لكن هي في حدود قدرتهم، لأن التيار شديد للغاية. التيار هي حرب، جزء من حرب يعني استراتيجية أو تنافس استراتيجي بين الدول العظمى في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية ولأول مرة في التاريخ تستخدم ما يسمى بالدبلوماسية القهرية للمنطقة، بمعنى أنها ترفض أي انحياز للقضية الفلسطينية أو إلى المقاومة. من وقت لآخر الإعلان عن تحركات للأساطيل الأمريكية وانتقال لحملات الطائرات والغواصات النووية لإرهاب المنطقة وإرهاب أي دولة تحاول أن تتعاطف مع القضية الفلسطينية، زيارات بلينكين المتعددة إلى المنطقة لتحييد دول المنطقة. وأنا شايف أن بدأ التغير من النهج، ما بدل حرب إسرائيلية على غزة أصبح الحديث عن أنها حرب إسرائيلية إيرانية، أصبح الحديث على أنها حرب إسرائيلية ضد يعني القوى الإيرانية وحلفائها في محور المقاومة، وبالتالي غير من المفهوم. الأداة الإسرائيلية الحقيقة الإعلامية وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية نجحت إلى حد ما في تشتيت الرأي العام العربي، ودي نقطة في منتهى الخطورة. مصر وتركيا بيحاربوا هذا الاتجاه،
بدأنا نشوف على السوشيال ميديا بعض من المواطنين العرب داعمين لإسرائيل في ملفهم دائما ينتقدوا المقاومة، وده بسبب يعني الحقيقة الألعاب أو المانيبوليشن اللي بتعمله إسرائيل، عملية التلاعب بالرأي العام الإقليمي، وبمساعدة دول أخرى استطاعت إنها تغير إلى حد ما. الحقيقة المنطقة دخل إلى منطقة حرجة، وكما قلت لحضرتك أن اشتعال المنطقة هيؤدي إلى نتيجة كارثية، وأنا أتخوف أن إسرائيل تقوم خلال الساعات القادمة بضربات استباقية ضد حزب الله أو ضد إيران بطريقة مباشرة، لأن خلال الساعات السابقة هناك ترويج ومبالغة إعلامية كبيرة جدا في مسألة الرد الإيراني على إسرائيل وتأخر الرد، ومحور المقاومة يريد هو الآخر أن يرد في نفس التوقيت، خطاب مظلومية من قبل إسرائيل إنها في وسط منطقة كل جيرانها يريدوا التخلص منها. كل هذه الخطابات الإعلامية الحقيقة بتؤشر إلى وجود شيء ما يتم ترتيبه في الكواليس، لكن الضربة الإيرانية لازمة أن تتم نظرا لتشابك الموقف وإحراج إيران إقليميا وسط دول المنطقة، وضرب السيادة الإيرانية من خلال اغتيال إسماعيل هنية في وسط العاصمة طهران، فلزاما يجب أن ترد. ولكن شكل الضربة وقدرة الضربة ورد الفعل الإسرائيلي هو اللي هيحدد شكل المنطقة خلال الفترة القادمة. البعض يرجح السيناريو السابق في الضربة العسكرية بأنها تكون ضربة مماثلة لضربة إبريل الماضي، بحيث أنها انطلاق صواريخ ومسيرات في وقت واحد إلى تل أبيب لتهذيب سلوك إسرائيل، والبعض الآخر بيرجح أن هناك يمكن أن يكون الرد الإسرائيلي شديد العنف، مما قد يؤدي إلى اشتعال حرب أهلية أو حرب إقليمية في المنطقة تتدخل فيها الدول الكبرى. هذه نقطة واضحة. طيب أنتقل إلى السيد علي. سيد علي، الموقف التركي يتصاعد في إسرائيل منع تصدير المنتجات إلى إسرائيل، ومن ثم هذا الموقف التركي الذي أعلنه رئيس أردوغان اليوم بشأن محاسبة إسرائيل في محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء المقبل. هذا التصاعد التركي إلى أي حد يمكن أن يصل؟ يعني طبعا هناك معركة مفتوحة مع الجانب الإسرائيلي، معركة على المستوى الدبلوماسي، معركة على المستوى الاقتصادي، معركة على المستوى السياسي، وحتى مؤخرا الأسبوع الماضي أيضا دلعت معركة كلامية بين وزير الخارجية الإسرائيلي ووزير الخارجية التركي وأيضا رئيس الجمهورية. الجانب الإسرائيلي كان متحسسا جدا للخطاب أو للكلمة التي وقاها الرئيس التركي، وقال فيها أنه يجب علينا أن نكون أقوياء حتى نمنع إسرائيل من العربدة ما تفعله بالفلسطينيين، وأعطى أمثلة بأننا عندما نكون أقوياء كما كنا في أذربيجان أو في ليبيا أو في غيرها من المناطق فإننا نستطيع بالقوة أن نلجم مثل هذا السلوك. وبالتالي فهمت إسرائيل أن هذا تهديد بالنسبة إليها، وأنه من غير الممكن السماح للأتراك بفعل هذا الأمر. لكن أنا أعتقد طبعا بطبيعة الحال مثلما ذكر هناك قيود وهناك حدود لقدرات جميع اللاعبين، لكن في المقابل أيضا هذه الحدود ليست منطبقة فقط على الجانب التركي أو على الجانب المصري. يعني أيضا اللاعب الإسرائيلي في نهاية المطاف له حدود ولقدراته حدود، واللاعب الإيراني أيضا نفس الشيء، وإسرائيل وإيران ليستا في وضع أفضل من مصر وتركيا. المهم أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية، وأن يكون هناك تنسيق. الجزء الأساسي من العمل الذي يتم هو التنسيق الإسرائيلي، على تنسيق دائم مع الجانب الأمريكي فيما يفعله من جرائم ومن مجازر ومن ردود أفعال، والجانب الإيراني أيضا في تنسيق دائم ومباشر مع ميليشياته والأذرع التابعة له في الإقليم. وبالتالي من غير يعني
المستقيم، والمفترض أن يكون هناك فقط دول تتفرج على ما يجري، لأن هذا التطور كما ذكر تطور خطير جدا، وفي نهاية الأمر إذا ما اندلعت حرب إقليمية كبرى هذا لن يؤثر فقط على الفلسطينيين أو على الإسرائيليين أو على الإيرانيين وأتباعهم، وإنما سيطال الجميع، وبالتالي يجب أن نعي أنه من الأفضل أن نكون منخرطين في الموضوع منذ البداية، وأن لا ننتظر النتائج التي قد تحصل عن تطورات لم نقم بالتدخل بشكل يعني مباشر فيها في بداياتها. ولذلك الجانب التركي الآن يبحث عن شركاء إقليميين. مصر دولة كبيرة تتمتع بقدرات، لديها شعب جبار، أيضا لديها قدرات سياسية ودبلوماسية أيضا، يعني يجب أن لا نقلل من أهميتها على الحدود مباشرة مع فلسطين ومع الجانب الإسرائيلي. والجانب التركي هو قوة عسكرية كبيرة، هو ثاني أكبر قوة في حلف شمال الأطلسي، وبالتالي المشكلة ليست في القدرات، لأن القدرات متوافرة عند جميع الأطراف في المنطقة، حتى الدول التي الآن في موقع المتفرج لديها قدرات على الأقل سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، وهي قادرة على أن إن لم يكن إيقاف ما يجري عرقلته. وبالتالي المشكلة الأساسية هي مشكلة في التنسيق وفي الأجندة، التنسيق والأجندة بين دول المنطقة المعنية بوقف المجزرة الإسرائيلية تجري ضد الفلسطينيين، والتصعيد الذي يجري على المستوى الإسرائيلي الإيراني. يجب عليها أن تتوحد، ويجب عليها أن تنسق هذه الأجندة، وأن تدفع باتجاه إيقاف هذا الجنون الذي يجري في الإقليم، وهي قادرة أنا باعتقادي بذلك. نعم، هناك في نهاية المطاف قيود، هناك تحديات، هناك عراقيل، وهناك حدود لما يمكن أن تفعله كل دولة منفردة، لكن كما سبق وذكرت هذه الحدود ليست فقط لهذه الدول منفردة، وإنما أيضا لإسرائيل ولإيران، وبالتالي علينا أن نأخذ هذا بعين الاعتبار. شكرا جزيلا لك دكتور علي باكر، أستاذ الشؤون الدولية ومتخصص في الشأن التركي. الشكر كذلك موصول إلى اللواء محمد عبد الواحد الخبير في شؤون الأمن القومي، كنت معنا من القاهرة.